ما قولك يا إمام في حكم مس المصحف لغير الطاهر؟ لا يمس المصحف إلا طاهر. يا إمام، كثيرا ما تسأل فتقول لا أدري. لا أدري، ما أبردها على الكبد. ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، ثم التفت إلي وقال: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم.